حاليا هي الرابعة للربع صباحا في طوكيو، والثالثة للربع صباحا في شنغهاي، والثانية للربع في بانكوك، بثقة وتفاؤل أكيد على أن الليلة ليلة البرسا. فقد ضاعت المسابقة الأقل وضاعت الكوبا الأقل أهمية، ولكن الليلة الكوبا دي كامبيونس، الليغا دي كامبيونس الأهم. مع بعض الأسئلة التي تخامرني، أي أداة لمنتصف القوة للبرسا في ظل عدم التعويل على إنيستا المدريدي؟ يمشي دي ماريا، يمشي رونالدو، التسديدة الأولى عند الحارس فيكتور فالديس. الريال بروح فالنسيا، وبيبي بكرة طويلة سهلة ترجع بك السيدو كيتا، يمشي السيدو تتحط الكرة تقطع، كرة طويلة ترجع من سيرجيو راموس، سيرجيو راموس كسر الكأس ولكن لم تنكسر الذكرى في مخيلة العشاق للمدريد. ولكن اليوم أنت تلاعب البرسا، تلاعب الزعيم في كرة 1-0 يا بلاوغرانا. نعم كلامي مستنتج صح، في الوقت الصح المرافيا فيا كاد يفتح الشباك، يهز العرين ويفتح باب التسجيل لتأكيد رياكشن الزعيم. البرسا أكثر جاهزية، البرسا في لمحة كروية كتالونية، أهم الأقوى الليغا دي كامبيونس. ميسي يستعرض الطريق، ترجع الكرة عن طريق لاعب بوسكيتس، تمشي كرة من إيكار كاسياس. البارح غوارديولا يقول لا تنسى يا مورينو أنك تعلمت في برشلونة من 96 و2000، ورجم الميرندي مورينو يقول تحكي على الحكم يا غوارديولا وأنت حاضر على ضحية تشيلسي في ستامفورد أيام الحكم رونالدو بيكي، والكرة ترجع عند فيكتور فالديس، تمشي للريال بعيد الكرة بيكي، الكرة بعد 19-20 دقيقة من الريال هجوميا، ويتعدى دي ماريا، يمشي الخال أنخال يوزع الدفاع، بيكي خطيرة يخرج فيكتور فالديس بهدوء، حتى فالديس ملاعب حتى كرة لميسي، الأكسلراسيون الآن أكسلريشن ترجع من راموس، ميسي يعطي باس ممتازة برسا مرة أخرى يكر كاسياس والراموس المساندة، مش ممكن على الاسيست، مش ممكن على الباس حلفية، والكرة تمشي دافيد مع مارسيلو والاوت والتماس للبلاوغرانا. كرة البرسا رابع كلاسيكو هذا السيزون تدون، يمشي البومبا، البومبا اوفسايد نعم موجود، تسلل صحيح ما فيش، يجي رونالدو، رونالدو يحاول والتماس من جيرارد، يمشي اوزيل ما يتعداش، ما فيش خطا نعم ليو ميسي، الله عداه اول مره تعدى راموس، لكن العبره بالخواتيم، راموس ولد التوريرو ما يتعدى به ولا واحد، يمشي رونالدو يا ولد يا بومبا، البومبا كريستيانو والمرمى، برشلونه باش يكنتر والكره تمشي تسديده عاليه بعيده، كره بعيده اوت، ضربه مرمى للميرينجي، يمشي ميسي، ترجع ميسي حلوه برشا، حلوه برشا ولكن الدفاع احلى، ضربه مرمى لريال مدريد، يمشي في الاتاك عن طريق البيبي، بيبي وبيك، واليوم بعد اسبوع يرجع لحسابات الليغا في الشوط الاول، في الشوط الثاني سيهاجم مورينو، حسابات تلعب على النفسيه، تلعب على الذهنيه، وتلعب براسيه من برتغال اسمه بيبي، ترجع فيكتور فالديس، تبع الكوره وين ماشي الكوره نتاع تشابي الونسو، ترجع من دفاع البلاوغرانا، دي ماريا تعدى، دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا، اوزيل يعمل الكروس ترجع من جيرا بيكي، فيا فيا يمشي دافيد، دافيد يوزع كرة يسر، انخل دي ماريا، انخل يتعدى، انخل يمر فيها خطا، فاول، فاول للمدريد، فاول للريال، وسط الثاني بيهز الشباك، ورونالدو يسدد وما تتعداش، يوصلها، الفيش، خطا خطا فاول، تشتعل المباراة في لاعب مسقط، في لاعب اسقط ممكن على ارضية الميدان، هل تمويه او ضرب سريع؟ الاجواء حماسية ومثيرة هنا في استاد البرنابيو، هل سيخرج بطاقة حمراء مورينو المنحوس في 5 ماتشات ضد برشلونة، 4 مرات كمل بنقص عدد، اخرها ماتش الدوري بخروج الراول البيول، الوجه الحكم بطاقة صفراء، نعم جاب في راس الفار واربيلو، يمشي ميسي، يمشي ميسي، هذا عنوان التألق، هذا عنوان الإبداع، بيبي يحاول مع بيكي ما يتعداش، ما يتعداش في البرسا،
تمشي كرة خطيرة خطيرة على القائم الثالث دخلها زاوية. دافيد في يلعب بالنار يلعب بالنار مارسيلو. تمشي كرة بالراس ترجع من الدفاع. كرة كتالونية يمشي عن طريق فلتة عصر ويباسي واحدة اثنين خطيرة يوصل ملعب رونالدو. رونالدو يسدد رونالدو خطيرة جدا وهدف يضيع واوفسايد اوفسايد اوفسايد ضد الريال. خطيرة الكرة الأخيرة شوف تداخل اللاعبين مش معقول صراحة. أول مرة نشوف في مثل هذه المباريات العالمية هذا الغياب الانضباط في وسط ميدان التمهيد التحذير. الواحدة اثنين وكرة بعيدة. دي ماريا دي ماريا دي ماريا تعدى والكرة فيها خطأ جديد وانذار هذه المرة. ورقة صفر ورقة صفر البرتغال. من فيكم يعرف رئيس البرتغال ولا واحد؟ لكن تعب. ترجع كرة بيدرو يمشي بيدرو يوزع كرة خطيرة وهذه اللقطة الأخيرة وهذه الكرة وين؟ ايش عمل بيدي؟ ايش عمل بيدي؟ فيها استعمال اليد لكن مش حاجة مش حاجة صراحة مش حاجة. إذا أصدقائي المشاهدين هنا ختام الفترة الأولى على هذه المشاهد. قلت لك لن تكتمل على خير هذه القمة وهذا المباشر هذا المباشر. خلينا شوية خلي الجمهور يشوف شوية كيف ولعت في البرنابيو. أنا خليها تبرد. فيكتور يخرج بكورة ولعب بالنار. تخرج كورة من خلفية مساء في كورة من ميسي. ميسي سدد والدفاع نظرة كبيرة في لغة المدربين الاثنين. يمشي ميسي لضرب الرؤوس في كورة تمشي بعيد على الراس. أدي بايور أدي بايور وخطيرة وكورة طويلة برا. كورة كانت من نصف الميدان عن طريق تشابي الونسو. رفعتموه للشعار كلمتموه بحب المدريد عن طريق رونالدو 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 والكرة من كارلاس وترجع كريستيانو. فرصة خطيرة فرصة خطيرة وراسية قريبة. برافو جيرار. والآن الصراع مارسيلو أديبايور ضد بيكي. انت مش مشكلة يا ستار مش ممكن يا ستار. ستار تحبها صفر لصفر بمثل تونسي يقول لك اختار راسي وضع يعني بعد علي المشاكل. هنا كان ادفانتج وهنا فاول وهنا ممكن ورقة. سيرجيو راموس تقلب المعطيات والراسية تاتي والدفاع من ياتي والحكم يتدخل. يصفر برشا ستارك. شفناه صار ما يلقاش حلول يسدد. خطأ خطأ نعم خطأ فاول 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 ما فيش كلام. قالوا مارسيلو يعديها واحد اثنين يمشي لكن يخرج له يخرج له يخرج له يخرج له يخرج له واضحة جدا بالتاكلينج. ميدان الخال يحط كورة عن طريق البابي. بابي يتعدى فيها ورقة فيها ورقة على خافير ماسكيرانو. نعم انذار على ماسكيرانو موجود ما فيش كلام ما فيش كلام. هدف يسخن. فالديس يقول ما تخافوش والكرة تمشي تخوف بالراس. قلت لك ما تخافوش تخسر برشا في رواقه الأيسر لكن كارلاس لا خوف عليه. يقتل الرواق مارسيلو وتتوزع الكرة وترجع من الدفاع المدريدي. سيفر المباريات الأخيرة في الكلاسيكو غلطة غلطة ضايع عناق سيستفيد منها رونالدو. فيا فيا ما يتعداش بين أربعة حتى أنخال دي ماريا خطيرة جدا الكرة طويلة مستحيلة رونالدو. بيدرو 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 والدفاع والكرة تمشي بمطالب برشلونية. الحكم الألماني رغم الخبرة يلزمها حكم حقيقة ما يسمعش يعني حكم اخرس وحكم ما يتكلمش. يمشي الخال دي ماريا يفتح اللاعب كرة عرضية لا خوف على جيرارد على القادم او الثلاثة القادم ورونالدو يمشي رونالدو من بيبي ممتاز. بيبي روعة ولكن خطأ خطأ على بيبي خطأ على بيبي. يعني في كرة القدم اقريت او شفت معارك يحكون في التاريخ مؤرخي كرة القدم عن معركة سانتياغو بين ايطاليا والشيلي في ربع نهائي المونديال وتحدثوا عن معركة الكؤوس العالمية بحمرة. ورقة حمراء على بيبي ورقة حمراء على بيبي ومرة أخرى للمرة الخامسة مورينو لا يكمل الماتش ضد الريال. 10 ضد 11 ومش 11 كيما 11. الله على اللقطة الله على الروح لكن دعني أستمع واسترق الآذان ولا السمع. ماذا يقول مورينو للكارلس لتكون اللقطة رياضية 100%؟ غدا حرب الكلمات وكورة فيها خطأ كورة فيها خطأ لفائدة الريال مدريد. بوسكاس لتشابي راندي تشابي طاول كورة وترجع أوفسايد. تسلل تسلل للريال مدريد تسلل للريال. القمة
أما شحنت كثيرا، لذلك كل واحد نزل عنده سلاح على زميله أو منافسه في المباراة. والآن يتصيدون للحكم ترك حرب ليغا دي كامبيونس، حرب النجوم كانت بالسلاح الغير مشروع دوليا والغير مسموح دوليا، بالأسلحة الممنوعة دوليا، بلغة الضرب من تحت الحزام. تمشي كرة بالرأس خطيرة وعالية تعلو المرمى، كرة رونالدو. تمشي كرة خطيرة من فيا، فيا يسدد والحارس والرأسية وبالراوت. مش ممكن على الحظ، مش ممكن على الحظ. لو كان الحظ رجل لقتلوه. هكذا هي مشجعين برشلونة. ميسي هداف الكلاسيكو لهذا الجيل، يبعد على الفارو، يدخل بين ثلاثة لكن ممتاز اللاس. عدريك ميسي وحده بين أربعة، يدخل ميسي لكن يخرج إيكار، يخرج إيكار. مارسيلو عاد كرة طويلة قدامه كارلس بويول مرة أخرى، اطلع نفس الطلعة نفس القفزة نتاع الهدف. هذه الكرة وكاسياس كل باراد يا إيكار، ومش ممكن على هدف ضاع من ليو. كرة يمشي لمدريد بالدفاع والبرسا لاتاك لكن ما مشاتش. جانبين وتشابي في كرة ترجع بالراس. هل قرر أيضاً جوارديولا تأجيل الحسم إلى معركة نيو كامب؟ وخطأ، وخطأ نعم، وفاول هنا. وهذه الكرة يتقدم فيها رونالدو عالي بعيدة، بعيدة من كريستيانو. شبية فيها وحده، فيها وحده، مش معقول بين أربعة. وخطأ، خطأ رغم أنه كانوا أربعة ضده، كان وحده. لا أدري لماذا لم يسعد فريق البلاوغرانا الأم ويجيب كرة رأسية ترجع من راموس. يمشي ميسي، يدخل ميسي، يدخل ميسي، يسدد اللي وترجع من الدفاع. أوه خطأ فادح، وتمشي كرة دي بايور، دي بايور يدخل، دي بايور لكن يضيع. والمعارك بدنيا شفتها اليوم أقوى من ماتش الميستايا وأقوى من ماتش البرنابيو الأول الليغا. اليسار عن طريق أفيلاي، يدخل أفيلاي خطيرة جدا، أفيلاي والجول، جول ديل ليو ميسي، جول ديل برشلونة، جول ديل بلاوغرانا. 1-0 عن طريق ليو ميسي ربع ساعة قبل النهاية. هذا اللي قلت لك ما توفي 0-0، هذا اللي قلت لك يجي هدف، هذا هو الهدف. 1-0 من أفيلاي، رائعة للرائع ليو ميسي، والهدف الأول لبرشلونة، هدف عن طريق ميسي. كرة تمشي عن طريق اللاس، يمشي لاس يحط كرة رونالدو، رونالدو من قدام 11 تجي لأفيلاي رقم 20، يمشي والدفاع يتصدى. كبيرة، ماني قلت لك كبيرة، ماني قلت لك قريبة، ماني قلت لك 1-2. راموس يمشي سيرجيو، سيرجيو في العمق لدي بايور، أثر بيكي، يخطب بيكي، تجي قدام أنخيل، وكارلس بويول يطلب كرة ميسي، ياخذها ميسي، ميسي ليو يصارع يقاتل بين ثلاثة. والكرة ترجع على خطه، راوغ ميسي، ميسي 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 خلص الثاني. جولاثو 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 جولاثو. كبير أنت يا ولد الأرجنتين، من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ أين تعلمت هذا وكيف لعبت هذا؟ مش معقول، مش معقول المجنون، مش معقول المهبول. إيش عمل الليو؟ إيش عمل الميسي؟ إيش عمل كبيرهم، سيدهم، قائدهم، زعيمهم؟ ألم أقل في لحظة من لحظات الماتش أن البرسا ينتصر لما يتكلم ميسي؟ أنت رجل، أنت رجل وابن رجل، مش ممكن يا ميسي. فالمرة الأولى ممكن يخرج أمام فريق إسباني. غني لهم الليلة يا شاكيرا، الليلة كانت للكتالان. انتهت حكاية ستارك وانتهت حكاية الألماني. الألمان في وسط الميدان والبرسا سيد الميدان، فعلها البرسا، فعلوها الرجال أولاد الرجال، وهزموا الرجال أولاد الرجال في لغة الفرسان بلغة